بسم الله الرحمن الرحيم. المرة الماضية حكينا على الجذور وعلى الأعداد النسبية وتمثيلها دكتور الصوت مش للمجتمع. واضح. الآن دكتور الصوت مش واضح، في صدى، في حدا دخل مع عنده صدى. يا صبية، وين اللي عنده صدى؟ سكرت المايك خلص. يلا الآن نأخذ على بعض العمليات الحسابية على الكسور، ومنها مثلا عملية الترتيب. كيف احنا بنرتب الكسور سواء تصاعديا او تنازليا؟ طبعا نعرف تصاعديا يعني من الصغير للكبير، تنازليا من الكبير للصغير. طبعا في اكثر من طريقة للترتيب. طبعا اول شيء لازم افهمه انه لما اكتب انا سالب 3 على 5 هي نفسها 3 على سالب 5 هي نفسها سالب 3 على 5. يعني هذه الكتابات الثلاث تعتبر ايش؟ نفس الكتابه، تدل على نفس العدد. قصدي ابسط طريقه منها بقولوا عنه العدد مكتوب في ابسط صوره لما ينكتب هيك. يعني بنخلي الاشاره وين؟ في البسط. بنخلي الاشاره في البسط، بنقول انكتب في ابسط صوره. طبعا احنا هون راح نعتمد على الفكره الاساسيه اللي احنا متعلمناها زمان، انه العدد الموجب اكبر من الصفر. العدد الموجب اكبر من العدد السالب. يعني هاي حقائق انا لازم اعرفها. الصفر اكبر من اي عدد سالب. هاي المعلومات مهمة جدا. إذا أنا أول شيء قبل ما أجي أرتب الكسور بفرزهم، مين سالب مين موجب. اللي حطيت عليهم أحمر دول شو هم؟ هذول سوالب. سالب. واللي بدون أحمر هذول شو مالهم؟ موجب. موجب. إذا بسوى إني أقارن النص مع الثلاث أثمان، أيهما أكبر، النص ولا الثلاث أثمان؟ عندي طريقتين للحل. الطريقة الأولى إن أوحد المقامات زي ما تعلمنا المرة الماضية، أجيب النص أعمل له كسر مكافئ، أخلي مقامه يصير 8 عشان يصير زي هذا، أقدر أقارنه. إذا أنا مضطر أضرب البسط في 4 والمقام في 4 بيطلع 4 8. إذا النص أنا بقدر أشطبها وأحط مكانها قديش؟ 4 8. ممتاز. 4 8 نفس 3 8. مين أكبر، الأربع أثمان ولا 3 8؟ 4 8. إذا النص أكبر من 3 8. النص أكبر من الثلاث أثمان. إذا أنا قارنت الموجبين هالسيات. الطريقة بعدين بمسك السوالب اللي هم سالب 3 على 5، والثاني سالب 2 على 7، والثالث سالب 4 على 9. بدل ما أقارنهم كل اثنين مع بعض بقدر أقارن كلهم ضربة واحدة، صح ولا لا؟ إني أخلي كل واحد منهم تصير مقامها هو المضاعف المشترك الأصغر لمين؟ للخمسة والسبعة والتسعة. طيب كيف نجيب المضاعف المشترك الأصغر لخمسة وسبعة وتسعة؟ لاحظوا هذا مراجعة على المضاعف المشترك الأصغر. أكثر من طريقة، لكن أسهلها بنأخذ العدد الكبير اللي هو التسعة. التسعة هل هي من مضاعفات السبعة؟ لا لا، بضاعفها. تسعة في اثنين 18. هل 18 من مضاعفات السبعة؟ برضو لا. برضو لا. شو طلع كيف؟ أنا ما طلعت على الخمسة. أنا بدي صراحة تكون هذا العدد اللي بطلعه يكون مضاعف للسبعة وللخمسة. 9 × 3 قديش؟ 27. 27 مضاعفات السبعة؟ لا. 9 × 4 = 36. هل مضاعفات السبعة؟ لا. كملي. 9 × 5 45. 45 مضاعفات الخمسة بس مش مضاعفات السبعة. لا مش السبعة. طيب كملي. 9 في كم هسه صار؟ 6. 9 × 6 54. 54. 54 لا هي مضاعفات سبعة ولا شيء. 9 × 7 63. 63 تقطع. اضربيها في 5 عشان نختصر الكلام. 31، لأن هم كلياتهم مضاعفهم المشترك شو راح يطلع؟ 315. بعدين بنضرب البسط الاولاني في عدد اللي هو طبعا الخمسه حتى تصير 315
بنضربها ب 63. اذا هم بدي اضرب في 63، لاحظوا هاي عمليه مش سهله صارت. هون بضربها ب 45 وهون ب 45، وهون بدي اضربها في 35 وهون في 35. على الكالكوليتر طبعا بشتغل هذا كله على الكالكوليتر. صح. هسه تونا 3 ب 3 عندنا هون 9 18، وهون سالب كله سوالب طبعا 90، وهون سالب 20 12 و2 14. مين اكبر واحد فيهم مين اصغر واحد فيهم هذول؟ القريب من الصفر. القريب من الصفر اكبر شيء. اذا هذا الاكبر 90. ال 90 اكبر شيء. سالب 90. سالب 90. بعدين بيجي هذا. بعدين بيجي هذا. بعدين الاخير 199. يعني هيني رتبتهم. والله يا اخي هاي شغله طويله هاي. صح؟ فيش طريقة سريعة طيب أسرع وأسهل وممكن أعتمدها بدل هاي الطريقة؟ طبعا في طرق كثير، لكن أسهلها إني أحول كل كسر من الكسور إلى إيش؟ إلى كسر عشري باستخدام الآلة الحاسبة. النص كيف يعني؟ واحد تقسيم اثنين. قديش بتطلع؟ 5 من 10. أنا كاتبها 5 من 10 لانه اسهل علي احول شكلهم لشكل الاعداد الصحيحه، بصير اسهل علي المقارنه. يلا الثانيه 3 على 5، 3 × 5 بيطلع 6 من 10، بس هي سالب 6 من 10. على فكره لما يكون المقام 2 او 5 او 20 او 8 او 25 سهل جدا تحويله لكسر عشري. كيف؟ طلعي كيف 2 حتى تصير 10 بدي اضربها بكم؟ 5. اذا صار 5 من 10. طيب الثلاث على 5 او سالب 3 على 5، 2. الخمسه بدها 2 حتى تضربها، اذا هم تضربي ب2 بتصير 10، هم ب2 بتصير سالب 6 من 10. يعني بدون آلة حاسبة فيني بسويها، لكن سالب 2 على 7 لو بدي اسويها كسر عشري شو بعمل؟ بعملها قسمه طويله. لو بدي اعملها يدوي بعملها قسمة طويلة. 2 على 7 فيها صفر، هون في فاصلة وهون في أصفار. فبصير 20، أجي دور الفاصلة بطلع الفاصلة. 20 على 7 فيها 2. 2 14. 60 على 7 بدك عدد طويل شباب بطلع 60 أو قريب طبعا أقل يعني. ويمكن خط 8 ب7 احنا 56 بزيد 4. 40 على 7 فيها 5، 35 بزيد 5، 50 فيها 7. ايه هاي شغله طويله ومش راح تخلص. فانا ممكن اخذ اقرب اعملها تدوير. تعرفون التدوير؟ سالب 3 بقول 10 8 9 6 اسف. عارفين التدوير كيف؟ يعني مثلا بدي اقرب 3 منازل 10، اجي بطلع على 3 منازل 10 اللي طلعوا معي، اطلع على الرقم اللي بعديه. اذا اقل من 5 بلغي، اذا 5 وفوق ازيد على الرقم اللي جنبه. طيب الثلاث على 8 هاي سهل تحويلها، بضرب في 125. تعرفوا انه 8 في 125 شو بيساوي؟ بيساوي 1000. 3 ب 25 125 بيطلع 375. فهي بتطلع قديش؟ 375 من 1000. أنا يعني مرة ثانية شو اللي قاعد بسويه؟ طبعا أنت ممكن ما تسوي يدوي هذا الحكي، تسويه وين؟ على الآلة الحاسبة زي ما سويت قدامك. الآن بس تصير الأعداد قدامك على شكل اللي أنا كتبته أتوقع سهل جدا المقارنة. يعني هون أول شيء بنحط الموجبات مع بعض، هذا موجب وهذا موجب. هسا مين أكبر، 5 من 10 ولا 375 من 1000؟ 5 من 10. 5 من 10 أكبر، لأنه هاي كأنها 500 من 1000. طب مين أكبر، 4 من 10 ولا 40%؟ 4 من 10. 4 من 10 أكبر. شو يا إلهام؟ نفسها، لأنه الصفر اللي على اليمين. هي نفسها الصفر اللي على اليمين.
نفس الشيء بسوي مع مين؟ مع الأعداد السالبة. وزي ما حكيته الأقرب على الصفر هو الأكبر. إذا لا إذا شو الاستراتيجية اللي راح نمشي فيها؟ وصراحة حتى في المسائل يعني افرض إن جبت لكم مسألة جمع أو طرح أو شيء ضرب أو قسمة لكسور عشرية مع كسور عادية. يعني مثلا 3 أرباع زائد 4 من 10 كيف بدي أسوي هاي؟ عادي الأربعة من عشرة من خليه على عشرة. عادي عشري. ثلاثة على أربعة زائد. إيش هاللي أحول؟ على عشرة. هاي لو بدي أسويها يدوي بدون آلة حاسبة الأربعة بتصير 100 بضربها بكم؟ 25 3 و25 75 أو في واحد يقول لك أنا حافظها ما هو 3 أرباع 75% مظبوط كلامي. زائد 4 من 10. الآن رتب الفواصل تحت بعض الأحاد تحت الأحاد هنا الأحاد صفر وهنا الأحاد صفر 4 أجزاء من 10 الأجزاء من 100 صفر يعني هذا طلع لنا 40% و75% بجمع جمع عادي شو بقراها هاي 1 صحيح 15% إذا بدك تقريها بالمصاري معي 75 قرش و40 قرش بيرو 15 يعني منطقية يعني 100% إذا أنا بقدر أستخدم هذه الاستراتيجية اللي هي تحويل الكسور العشرية عشان مش بس للمقارنة للمقارنة للجمع والطرح للضرب والقسم لا تمام الحكي؟ تمام طيب لو جيت قلت لكم اضربوا لي هاي 4 من 10 و 1 و 5 ليش 4 من 10 42% خليه بس قلنا طريقتين يا بحول هذا 42 على 100 وبعدين بوصل بوصل المقام المقام بعد التحويل لعدد كسري طويل صراحة الأسهل من 42% بخليها زي هيك وروح ضاربها فيه 1 و5 أنا بحول الخمس بس بضربهم باثنين بضربهم باثنين بطلع 2 من 10 إذا 1 و2 من 10 كيف بنضربهم هذول؟ بنتجاهل الفواصل بنضرب كأنه 42 في 12 ضرب عادي طبعا بالكالكوليتر بتحسبيها بدون ولا أي مشكلة عندي هاي 8 نحط 0 اللي هو عاجز منزلة العشرات 2 4 هاي 10 هاي 5 قديش طلع الجواب 504 خطأ اللي جواب 504 هو احنا نطلع من فاصلة كم فاصلة منزلتين منزل واحدة إذا 3 منازل بدي أتخيل إن الفاصلة هون وبدي أحركها على اليسار كم منزلة؟ ثلاث منازل إذا الجواب الصحيح هو 504 من 1000 يعني 504 ليست حل لهذا السؤال هو حل مؤقت بس عبين ما أحط الفاصلة وصلت الرسالة كيف؟ فممكن بسهولة إذا أنا أحول الكسور العادية إلى كسور عشرية والتعامل مع الكسور العشرية شو ماله أسهل بكثير من تحويله إلى التعامل مع الكسور العادية في بس ضل واحدة قبل ما أنسى قبل ما نحل هذا المثال قبل ما نحل هذا المثال لو جيت قلت لك قسمي لي 415 على 5 من 10 كيف تقسموها هاي؟ نعملها 415 إشارة القسم تقسيم 5 على 10 وبنقلب بعدين لا شوفي هون بالكسور العشري صراحة شو بعملوا؟ بركزوا على أن يكون المكتوم عليه عدد صحيح نحوله إلى عدد صحيح عدد صحيح كيف بك تحوله لعدد صحيح؟ برضو بفكرة الكسور المتكافئة بضرب المقام في 10 والبسط في 10 علشان أخلي الفاصلة هاي وين تتحرك على اليمين نعرف الرياضيات لما نضرب في 10 الفاصلة بتتحرك على اليمين منزلة أو منزلتين أو 3 حسب عدد الأصفار في العدد اللي ضرب إذا ما راح تصير 4150 على 5 انتهى السؤال صار بدون فاصلة فهمتي كيف؟ يعني الفكرة هون دائما الكسور العشرية لما تقسمي عدد شو ما كان يعني 6 صحيح 475 على 2% شيء زي هيك انا ما بطلع على البسط عيني وين
على المقام على المقسوم عليه يعني. فايش بدي اسوي هون؟ هسه احنا حتى نبسط الامور بنقول بنحرك الفاصله على اليمين منزلتين. كلمه نحرك الفاصله على اليمين منزلتين معناته اضرب البسط في 100 والمقام في 100. فبتضرب البسط في 100 بتحرك الفاصله على اليمين منزلتين فبصير 647.5 على 2. تحولت المساله الان لمساله سهله جدا حلها بالطرق المعتاده القسمه الطويله العاديه. حتى بدون كالكوليتر قاعد بشتغل بدون كالكوليتر. 6 على 2 فيها 3، 3 ب 2 6 بزيد 0 تنزل ال 4، 4 2 فيها 2، 2 ب 2 4 الباقي 0. 7 على 2 ما بتنزل ال 7 شيء بعدين بنقسم. 7 2 3، 3 ب 2 6 الباقي 1. اجى دور الفاصل حاب ننزل ال 5، 15 على 2 فيها 7، 7 ب 2 14 بزيد 1 بنرد بننزل 10 على 2 فيها 5. هذا الجواب. وصلت كيف الصوره؟ طبعا احنا ممكن الان نريح حالنا من كل هذا الكلام لانه معانا ايش؟ آلي حاسب. آلي حاسب فسهل جدا بدون ما اعمل ولا خطوه من هذه الخطوات اللي عملتها. يعني حتى في الآلة الحاسبة لو جيت اقسم مثلا عدد 10 على عدد 10 هو بحسب لي اياها لحاله. يعني مثلا فاصلة 8 9 5 تقسيم 0.23 او 32%. ايوه طلع لي الجواب ما بيغلبني يعني. فانتم مسموح لكم الآلة الحاسبة فمن حقكم تستخدموها لتبسيط العمليات الحسابية. وانا صراحة بدبش كثير عليها. الآن فكرة رئيسية من المادة اللي هو كيف نحول كسر 10 دوري اللي هي 27 دوري إلى صورة كسر عادي. وهذا يدلك على أنه هذا عدد نسبي لأنه يمكن كتابته على شكل ألف على ما. نأخذ استراتيجية إلى خوارزمية يعني إلى طريقة روتينية نسويها. الخطوة الأولى بنفرض سين تساوي. فسر هذا العدد. شو يعني 27 دوري؟ يعني 27 مكرر. مكرر. كم مرة؟ إلى ما لا نهاية. بالضبط. نمشي على إشي روتيني. الخطوة الثانية. نضرب المعادلة الأولى في 10. بتصير 10 سين. كلمة الضرب في 10 معناته حرك الفاصلة على اليمين منزلة. شو بتصير هاي؟ 2 صحيح. فاصلة. 7 2 7 2 7 2 7 2 وهكذا. الخطوة الثالثة اضرب المعادلة رقم 1 في 100 معناته الفاصلة تحرك على اليمين كم منزلة؟ منزلتين هسه. يلا صارت 27.27727 وهكذا. وبنظلنا مستمرين على هاي الطريقة بنضرب في 1000 يعني حرك الفاصلة على اليمين 3 منازل. 272.72727 وهكذا. طب لما تظلني اضرب هاي اتوقع سهلة هاي صح؟ يعني هاي الخطوة الأولى إني أسوي هاي المعادلات. هاي المعادلات كيف أجت معاي؟ عن طريق تفسير العدد ثم الضرب في 10 100000. الآن طلعوا وين بدي أوقف؟ وقتها بعتبر حالي إني لازم أوقف. شايفين الأربع معادلات هذول؟ طلعوا لي منهم معادلتين، أي معادلتين؟ الأولى مع الثالثة، الأولى مع الثانية، الأولى مع الأخيرة، الثانية مع الثالثة، الثالثة مع الأخيرة، الثانية مع الرابعة، كويس؟ شو الشرط اللي بدور عليه يا جماعة؟ أن الجزء اللي على يمين فاصلة العشرية على الأقل أول 3 منازل يكونوا تماما زي اول 3 منازل في واحده ثانيه. ليش اقول زي اول 3 منازل؟ يعني الجزء العشري الجزء اللي في الكسور العشريه شو ماله؟ شو طابق؟ هل معادله 1 ومعادله 2 ينطبق عليه هذا الكلام؟ لا تطلع على اعداد تطلعي هون، طلعي على اليمين. لا 2 لا. هون بلش من وين بلش؟ 7 هون بلش 7 هناك بلش 2. اذا 1 و2 ما بضبطش مع بعض، ما بضبطين. لا. لكن لو طلعنا على 1 و3 بضبط. بضبط. 1 و3 هذول بدي اركز عليهم خلاص. اذا ما في داعي كان لاربعه اصلا.
راح بقول لي طيب يا استاذ اي تفرد هون لو اخذنا 2 و4 برضه بنطبق عليه الكلام اللي انت بتقول صح ولا لا؟ اه برضه بصير تاخذ 2 مع 4 يعني انا بكون المعادلات بعدين بصير ادور على ايش؟ على الجزء العشري انه يكون متطابق اي معادلتين فانا راح اخذ السعيات من معادله 1 ومعادله 3 دركز على المعادله 1 والمعادله 3 شو بدي اسوي فيهم هذول المعادله 1 و 3 اللي بروسهم بازرق بنطرحهم من بعض 100 س ناقص س تساوي العدد اللي هون اللي هو 27.272727 الى ما لا نهايه ناقص فاصلة 272727 الى ما لا نهايه شو عملت؟ طرحت المعادله رقم 3 ناقص المعادله رقم 1 طب 100 س ناقص س قديش تعطيك؟ 99 س 100 ناقص 1 99 بس تطلعي هذول الكسور العشريه كيف نطرحهم من بعض هاي 27 صحيح وهون 27 دولار ناقص هون صفر صحيح وهون 27 دولار لما تطرحوهم من بعض شو راح يطرح في الجزء الدوري هذا شو راح يصير فيه يروح كله شو بيضل عندي 27 عرفتي ايش بدور على انه يكون الجزء الفصلي زي بعض عشان شو اسوي فيه لما اطرح خلص منه يطلع صحيح اتخلص منه يطلع صحيح اذا نسين شو بتساوي 27 على 29 اه صح خلص اذا هاي تساوي 27 على 29 واذا بدك تتاكد يجيب الاله الحاسبه قسم 27 على 99 هي 27 تقسيم 99 طلع شو بيطلع الجواب 27 دولار نفسه بالضبط بجيب لك اياه 100% طب واحد لو اخذ 2 مع 4 بصير 2 مع 4 بصير نفس الطريقه نفس الاسلوب فهمتوها كيف؟ الصعبه هي روتينيه طب خلينا نشوف هذا السؤال هون الدوري بس على التسعه الدوري بس على التسعه وانا كمان بنزيد لنا شغله خليها 3 يعني هيك 3 صحيح واي يعني عشان ما حدش يفكر انه لازم يكون العدد الصحيح دائما صفر بالضروره لا الخطوه الاولى المعادله الاولى بكتب س تساوي بروح بكتب هاي المعادلة أو هذا العدد بصورته المفرودة بفرده يعني هاي عبارة عن 3 صحيح فاصلة 4 2 هذول ثابتات مين اللي قاعد بتكرر؟ 9 إلى ما لا نهاية شو الخطوة الثانية اللي قلت لكم إياها قبل شوي شو تعملوا؟ بضربه ب 10 ب 10 سين 10 ب 10 شو بصير؟ بنزيح الفاصلة من 34 29 متكرر الخطوة الثالثة نضرب في 100 في 10 كمان مرة صارت 100 صارت 200 342 الفاصلة تحرك على اليمين منزلتين صح؟ منزلتين يلا شو بضل عندنا هون؟ 9 واحد كملي الخطوة الرابعة في 1000 شيك؟ نحرك الفاصلة على اليمين 3 منازل فحصل 3 4 2 9 فاصلة كله 9 نوقف ولا كمان نضرب مين اللي بيقرر حسب المسألة الكسري هذا لا في تنتين 3 و 4 متحرك اذا نوقفي خلاص لا تكمل لكن لو ما تحقق نكمل يعني اذا طلع ما في معادلتين متشابهه نكمل مو شرط يكون المعادلتين متتاليتين يعني ممكن يكون اي معادلتين بالمساله كلها يعني بالضبط بس هذا بنطرح 1000 س ناقص 100 س 900 س 900 س ناقص 100 قديش 900 س تساوي يلا الجزء الكسري ناقص الجزء الكسري كانك بتقولي 3429 ناقص 342 طب عادي 7 12 ناقص 4 8 0 3 الجواب يطلع 3087 طب وجزء ليش ما حطيته؟
لا لما حطهم تحت بعض شو راح يصير فيهم؟ بيروحوا مع بعض. لما نركز في الكتاب بصير صفر. إذا جواب 3087 على 900 وهو المطلوب. هذا المطلوب إنه أحول هذا الكسر إلى إيش؟ أو هذا العدد الجذري إلى إيش؟ إلى عدد بصورة ألف على باء. وصلت؟ وصلت. هاي يعني روتينية الأسئلة، روتينية تماماً. نفس الشيء هذول الأسئلة بنفس الطريقة، بتقدر تتدربوا عليهن بنفس الطريقة. كلهن يعني مكررات، ما فيهن شيء. يلا الآن نعمل عمليات حسابية. طبعاً حكينا لكم عن طريق الآلة الحاسبة بتسوونها، لو أنا كنت أقول الآن لو بتحلم بدون آلة حاسبة. هنحكي في المدارس أو شيء بتعلم الطلاب يقرأ العدد، يقول 847 صحيح 29% زائد 14 صحيح 358 من 1000. كيف بنجمعهم مع بعض أو نطرحهم؟ أول شيء بنحط الفواصل تحت الفواصل. ترتيب السبعة في أي منزل السبعة؟ جزء من عشرة. لا سبعة هاي أحد. أي أحد. والأربعة عشرات. عشرات والثمانية مئات. لكن لما تقرأيها شو بتقولي؟ بتقولي 847. هون بنحط 14. أربعة أحد وعشرة واحد عشرة. اثنين جزء من عشرة. أها. وتسعة جزء من مية. الصفر جزء من ألف. أنا بقدر أحط أصفار زي ما بدي. على اليمين. 358 من 1000. اجمعهم بجمعهم يلا. 8 14 14 و 6 هاي 11 15 2 8 انتهى السؤال. لما أقول لكم وضح الخطوات يعني بدك تكتب لي هاي بس. هاي الخطوات. إنك تحط الأجزاء من 10 تحت الأجزاء من 10 إلى آخره. الآن بدي أطرح هذولا. مين أكبر؟ الثمانية صحيح و671 من ألف ولا الأربعة وعشرين صحيح و 53؟ 24. 24 بنحط فوق. والجواب راح يكون إيش نوعه؟ سالب. الأربعة وعشرين أحد عشرات. الثمانية أحد عشرات. هاي كتبتهم. طلع كيف أشي؟ بحط الفواصل تحت بعض. بعدين العدد الصحيح تحت بعض. بعدين الأجزاء. 53 وهم 671. إذا هم في صفر. طرح. ليش حطيت الكبير فوق؟ عشان يسجل علي عملية الطرح، لأنه ما بقدرش أطرح الكبير من الصغير، نطرح الصغير من الكبير. يلا صفر ناقص واحد واحد، ثلاث ناقص سبعة أربعة، وخمسة ناقص ستة واحد. هيك؟ شو هيك؟ أنا عارف؟ مش عارف أنا فعلا. في ناس هيك بيطرحوا. لا ما هو صفر ناقص واحد ما فيش واحد. ليش؟ سالب واحد بصير. يا جماعة بس خبص مش هون الصفر لتاخذ تعويضي. في تعويض هون مش عارف. هاي طرح بالتعويض. ايش التعويض؟ نخم من ثلاثة بصير عشرة. هاي بصير هاي مش عشرة. عشرة هاي أجزاء من عشرة. من عشرة. لا ما هو الصفر بصير عشرة. شو بصير؟ بصير عشر أجزاء. بصير عشرة ناقص واحد. أيوة تسعة. اثنين ناقص سبعة بصير إيش؟ بصير هاي 12. هاي بصير. هاي بصير 12. قديش؟ بصير خمسة. 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 أربعة ناقص ستة. وهون بدك تأخذ من الصحيح من الأحد. 14 يا 8. 8 ننزل الفاصلة. نفس الشيء برضه بس 13. 5 والواحد 2 بتنزل. لا واحد. واحد لأنه بصير واحد. كيف نتحقق إنه شغلنا صح ولا لا؟ نجمعه مع مين؟ مع الصغير. العدد اللي طلع اللي تحت. طبعا الجواب راح يطلع سالب 15 صحيح 859. 15 صحيح 859 بالسالب طبعا. وهي شو بنعمل فيها؟ بنشيلها هيك خلاص. هاي هي الطرق اللي احنا بنستخدمها. حكينا عن القسمه والضرب قبل شوي، انه احنا بنتجاهل الفواصل في الضرب بعدين بنرجع الفواصل. يعني لو بدي اضرب هذول مع بعض ايش بسوي؟ بقول هاي 5 5
فمتى في 320. هاي في فاصلة. هاي في فاصلة هون. أو إذا بدك تعمليها عملية 320 زي ما هو كاتبها، يعني عشان نكون ناشي عن نفس النهج. إحنا بنعرف لما يكون الأحاد صفر معناته إحنا بنحط صفر وين؟ على جنب، بعدين بنحط بنضيفه. أسهل لي أعملها ضرب 2 و3 أسهل لي. يلا أضربه 2 في 5 10 2 في 2 4 حطينا صفر 15 6 صفر ستة ستة خمسة ستة. إذا الجواب يطلع 6560. كمان صفر اللي هو بس لسه الجواب غلط. بدنا نحط الفواصل. بعد كم منزل؟ كم فاصلة؟ كم عدد؟ ثلاثة أربعة أربعة. أربعة. إذا هيك الجواب واحد. ستة صحيح. 56 56% وبتجاهل الأصفار اللي بعد. لاحظوا الصفر إذا إجا بين الفاصل وعدد أو رقم عفواً بصير له معنى، صح؟ لكن إذا أجا هيك بقدر أتجاهله، أضيفه أو أتجاهله. على اليسار بنقرأ ما هو جزء من هذا صار بالمئة. هيك صار بالمئة، هذاك صار شو بالعشرة؟ الأربعة من عشرة. مين أكبر، الأربعة هاي ولا الأربعة هاي؟ نفس الأربعة الثانية. هاي أكبر لأن واحدة أربعة من مية هاي عبارة عن 40. يعني هاي مهم جدا نعملها. حكينا في قسمة الكسور العشرية كيف بنعملها، مثلا بنقسم هذول العددين. أول شيء بكتبها على شكل إيش؟ كأنها بسط ومقام. اتفقنا قبل شوي إنه المقسوم عليه لازم ما يكون فيه كسور، ما في فاصلة عشرية. صح. بروح ضارب في 10 البسط و10 المقام، مش معنى في 10 عشان احرك الفاصلة على اليمين. عشان احرك الفاصلة تروح. بصير 123. بصير 123. الفاصلة على اليمين رح تصير 7170 فاصلة. بعدين بنعمل القسمة الطويلة. وصلت؟ هذا الحكي كله ملوش معنى لأنه أنتم معاكم آلات حاسبة، ملوش معنى صحيح. طيب بدنا ندور هذا العدد، ندور عارفين شو كلمة ندور؟ دور يعني نوع من الايش؟ هي طريقة من طرق التقدير. كلمة دور قدر. دور مش يعني بعبش. قدر هي طريقة من طرق التقدير. طب ايش الفرق بين كلمة دور وكلمة قرب؟ أو قدر. هذول دور وقرب ترى نفس المعنى. دور نفس قدر. لا لها معنى ثاني. التدوير او التقريب هي طريقة من طرق التقدير. يعني مثلا انا اجي اقول لك مثلا قدري لي طول الشباك، انت ما تجي للتدوير عشان تقربي او تقدري، عفوا، صح ولا لا؟ بجيب لك مثلا مدرسة طلاب صافين في الطابور، بقول لك قدري لي كم عدد الطلاب اللي في الساحة. ما راح تستخدم استراتيجية التدوير، يعني ما راح تعملي انه والله اذا اقل من 5 وما عندك ايش عدد اصلا اللي تقولي اقل من 5 واكثر من 5 والسوالف. يعني زي تخمين دكتور، اني تخمين يعني بيكون مبني على اصول، يعني له فن. زي تقدير الوقت مثلا، قدري لي قديش بدك وقت تخلصي هالواجب. بدي ساعتين بشكل عام. الان احد طرق التقدير انه شو اسوي؟ ادور الاعداد. فاحنا فكره التدوير انه انا اذا بدي اقرب منزلتين عشريتين، صح؟ وين هم المنزلتين العشريتين؟ هيهم 69. خليهم سوا حالك مش شايفتيهم. انا في فاصله دكتور على الاربعه على يمينهم، هاي الخمسه. الخمسه بتعطي التسعه. لو هاي اربعه تعطيش. بكتب الجواب هيك، 4 صحيح 69% وخلصت. هيك انا بكون دورت لاقرب منزلتين عشريتين، صح؟ لكن لما تكون هاي 5 زي ما مكتوب هنا تعطيها الخمسة بتعطي للتسعة، هذول بصيروا صفار خلص بلغيهم. هاي بتصير 10. ما بصير اكتب 10 هون، ما بصير واحد بتحطها صفر وبتقول 10 بتعطي للسبعة للستة، شو بتصير؟ سبعة. هيك صارت من هاي تدور إلى 4 صحيح و7 من 10.
طب أربعة صحيح، مين يدوليها لأقرب عدد صحيح؟ لأقرب عدد صحيح، وين العدد صحيح؟ حيو أربعة اليسار الفاصلي. عيني هالمرة مين؟ على ستة. إذا كانت أكثر بتعطي للأربعة، أو بتعطي للأربعة، إذا هاي تساوي تقريبا خمسة، تصير خمسة. خلصنا، هاي لأقرب عدد صحيح. صحيح. الآن طلع كيف ممكن أستخدم هذا التدوير لتقدير العمليات الحسابية. قدر لي ناتج 345 في 72 دون إجراء الضرب، فاهمين؟ يعني أنا بدي أقدر الجواب بدون ما أضرب، بدون ما أضرب. كيف؟ ذهني يعني، ذهني. طلعي باجي بقول 345 ممكن أقدرها إنها 300، رايح كيف؟ لأنه هاي بتطلع على أقرب الأربعة ما بتعطي، أيوة الأربعة ما بتعطي الثلاث، يعني قدرتها لأقرب 100 و72 70 نفس الطريقة. الاثنين ما بتعطي السبعة، بحط مكانها صفر، فمنزل ثلاث أصفار وبضرب 21. قديش طلع الجواب؟ 21000. 21000. شوفي لو ضربناها الحقيقية، خلينا نشوف بالله قديش احنا بعيدين عن التقدير. التقدير طبعا ما بعطيك إجابة دقيقة، بعطيك تقدير. بيكون عدد قليل دكتور القريب يعني. حسب أنت اللي كم قدرتي. 345 ضرب 72 قديش الناتج النهائي؟ 24840. تقدير سيء شوي. لكن لو جينا قدرنا، عملنا تدوير عفوا لأقرب جزء من 10، يعني هاي بتصير 35، بتصير 350. فاهمين شو عملت؟ يعني هون أقرب 10، آسف جزء من 10. عشان الخمسة أخذنا للأربعة بتصير 350 ضرب 72، هاي خليتها 72 زي ما هي، ما أقل من 5، ما دورتها. فبنزل الصفر وبنضرب 35 في 72 ضرب عادي، فصارت 10 6 7 هاي 35 21 3 24 0 12 5 2. قديش طلع الجواب؟ 25200. هذيك طلعت 24000 وشوية، إذا هذه تقديرها أفضل من تقدير هذيك. هذيك جابت 21000 وشوية. كثير في فرق. فرق كبير كان، هنا أجت أدق شوية. وهكذا. طبعًا كل ما أنت بتشتغل بالعشرات وبالمئات وبالألوف، فرقية منزلة تفرق معاك بالآلاف. الآلاف بتبعد أكثر. لو كانت كسور فواصل عشرية ما بتفرق معاك كثير. صح. اوكي. طيب بس يا لو قلت لكم قدروا لي 515 على 5 تقدير. نحكي 500 على 5. 100. 100. يعني 100. واحد راح ياخذ له 100 وشوية. صح؟ 130 بتطلع. يعني 100 وشوية. فسألت له من الطاولة قسمناها تقسيم طويل، خلينا نشوف بالله. بيطلع صح ولا لا؟ تقديرك صح ولا لا؟ خمسة تقسيم خمسة، واحد في خمسة، خمسة بننزل الواحد، واحد تقسيم خمسة لا يجوز، صح؟ بننزل الخمسة، طلع خمستاش على خمسة، ثلاثة في خمسة، خمستاش. إذا الجواب 13. كيف أنت قدرتيها 100 طيب؟ مش عارف، أنا قسمتها 500 على خمسة يعني. المنطق شو بيقول؟ انه لازم يطلع 100 وشويه. صح، لانه غلط هيك. 15 في 5 في 13 بيطلع 100 و515. ممتاز. طب وين غلطت انا في القسمه؟ صفر. لما حطيت الفاصل. ايوه، لما نزلت الواحد، الواحد من اصل العدد. لازم نحط فاصل فوق. 5 فيها صفر. لازم احط صفر. صفر فوق يا رب. صفر في 5 صفر والباقي واحد. ننزل ال 5 15، 5 فيها 3. 3 في 5 هاي القسم الصحيح. فالجواب هون 3 وليس 13. حسبتها 103 ذهنيا يعني، انا طلعت معك ذهنيا بالضبط. فهي بتساعدنا عمليات التقدير على ان نعرف معقوليه الاجابه، يعني الاجابه اللي انا بشغلها صح ولا غلط. هذا بتعرفوه في الغوص؟
فيثاغورس ما مر عليكم؟ مر. شو بتعرفوا عنه طيب فيثاغورس؟ مش عارفة أنا، بالنسبة لي ناسي صراحة. فيثاغورس بيشتغل مع المثلثات واحد وكبار نظريات بس ايش ناسي؟ الزاوية بس نظرية واحدة، احنا بنتكلم عن نظرية محددة. لما نعمل هيك علامة زي هيك شو بنقول عنها هاي؟ 90 زاوية. زاوية هاي قائمة 90 درجة قائمة. قائمة ايوه. الضلع المقابل للزاوية القائمة هذا شو بنسميه؟ الوتر. الوتر. هي تذكرت، بلشت اتذكر. دائرة موجود في المثلث القائم فقط. يعني لفظة وتر بنطلقها على الدائرة وعلى ايش؟ على المثلث. المثلث. في طبعا من الاشكال الرباعية بنقول وتر او وتر الدائرة، بنقول اوتار الدائرة، بنقول وتر المثلث القائم. هذا بنسميه ضلع القائمة. ضلع القائمة. وهذا بنقول عنه ضلع القائمة. الوتر تربيع يساوي. أيوة كان هيك. الوتر تربيع يساوي الأول تربيع. تربيع زائد الثاني. شوفي بدون رموز، أنا ما كتبتها بالرموز. زائد الضلع الثاني تربيع. لأنه في ناس بحفظوها ألف باء ألف باء جيم. دكتور ألف جيم. هيك كنت استعملها هيك يعني. ليش غيرنا الرموز يا ستي؟ شو صار؟ عادي نفس الشيء. عادي نفس الشيء، فأنا بديش أشتغل عليها. بس هيك شرح أفضل يعني. أنا بفهمها إنه الوتر بس ربعه، هو نص النظرية بالضبط شو بحكي. بقول مساحة المربع المنشأ على الوتر يساوي مجموع مساحتي المربعين المنشئين على ضلعي القائمة. ولما نقول ضلع القائمة تربيع، يعني هذا تعمل عليه مربع زي هيك. مساحته هو الضلع في نفسه. الضلع في نفسه. مربع مساحة المربع الضلع في نفسه. ومساحة المربع اللي هون كمان الضلع في نفسه. الضلع في نفسه. جمعنا مساحة هذا المربع. هذا المربع. تطلع مساحتها. تطلع مساحة اللي على الوتر. 100%. هذا روح نظرية فيثاغورس. هذا أصل نظرية فيثاغورس. أن مساحة المربع المنشأ على الوتر يساوي مجموع مساحتين المربعين المنشئين على ضلعي القائمة. وأشهر مثلث قائم في الدنيا حافظينه عن غير اللي هو يكون ضلع من أضلاعه ثلاثة، ضلع من أضلاعه أربعة، الضلع الأخير كم راح يكون؟ أكيد خمسة. خمسة. وجربوه، هذا مشهور يعني كثير حافظينه هذا، يعني الناس أغلبها بتشتغل عليه على أساس أنه حافظته عن غير. طيب نأخذ أمثلة سريعة. لو أعطيتك أنا مثلث قائم الزاوية وعطتك الوتر 5 سنتي وعطتك هاي 6 سنتي بصير هذا يكون 6 سنتي؟ لا طبعا مستحيل. الوتر لازم يكون أطول. هذا كم؟ نطبق على القانون 5 تربيع. هات تعال نشوف. يساوي 5 تربيع. الوتر تربيع يساوي 2 تربيع زائد 2 تربيع زائد سين تربيع. ممتاز. يلا حلي 25 25 يساوي 4 زائد سين تربيع. إذا سين تربيع تساوي 25 ناقص 4 قديش؟ 21. 21 جذر 21. جذر 21. بلشت تظهر الجذور الصماء. لاحظوا احنا ما بدنا نفهم ايش الحاجة للجذور الصماء. إذا أنا ممشي حالي بالأعداد النسبية والأعداد الصحيحة والأعداد اللي هي غير نسبية، طب عفوا الأعداد النسبية آسف. شو حاجتي للعدد غير النسبي؟ تمام هيك؟ فأنا هون مثلا موقف مثل هذا بدي أعرف طول ضلعه، بقدرش أعرفه إلا عن طريق مين؟ نظرية فيثاغورس. تخيلوا عندي مربع. تخيلوا عندي مربع كويس طول ضلعه 1 سنتي، بدي حدا يحسب لي قديش طول قطره. طيب نعتبر هذا أول إشي دكتور مثلث الأول 1 1 هون قائم الزاوية. أيوة أكيد. وهذا الوتر المربع إنه هذا قائم القطر الوتر. ممتاز. إذن هذا الوتر. يلا احكي الوتر تربيع يساوي 1 تربيع اللي هو طول الضلع زائد 1 تربيع زائد 1 تربيع بطلع 2. 1 زائد 1 2 الوتر تربيع من الوتر لحاله جذر 2 جذر 2. شفتوا كيف؟
دكتور. ظهر عدد جديد، هذا العدد عدد غير نسبي، وراح نثبت انه عدد غير نسبي. وكانت اول الظهور صراحة انا يعني اخذني الفضول نعرف طيب هو جذر اثنين هذا يعني غير انه بدي احسب فيه مثلا طول قطر المربع، هل له استخدامات في الحياة اليومية او احنا في حياتنا بنستخدمه واحنا مش عارفين؟ هذا كان سؤال حلو دورت عليه. شايف ورق الـ A4 اللي بنشتغل عليه، ورق الـ A4 الورق الابيض اللي بنطبع طباعة. طيب قولوا بنعرفه نكتب. بدي اسالك سؤال، الورقه شو مقاساتها؟ مش لها طول وعرض؟ صح. قديش طولها وقديش عرضها؟ حسب. لا مش حسب، الـ A4 له قياس واحد. ما فيها حسب. ايوه تعال نشوف، بدي اعمل هون او خلينا على هاي الصفحه نفسها. شايفي هون على اللاي اوت، شايفي كلمه اللاي اوت تاع الورقه؟ شايفي هون الحجم، تختاري السايز. طولي بالك عاد، عملنا A4 طلع شو كاتب لك هون، 21 سنتي ب 29.7 من 10 سنتي. شفتيها قديش؟ يعني العرض 21 سنتي، 21 سنتي وطول 9 سنتي. ثابتة هاي يعني دكتور؟ ثابتة هاي، كل ورق الـ A4 بتلاقيه 29.7 وهون 21. طب سؤال، ليه ما عملوها 20 ب 30 مثلا؟ يعني غريب صح؟ وين اجت هاي القيم؟ كيف طلعين؟ وليش اختاروهم بهذا الشكل؟ سبب. سبب. طلعت قصة. شوف القصة كيف بلشت. بلشوا بورقة مربعة متر في متر. نفس الشيء. متر في متر، مربعات الشكل، طولها وعرضها قد بعض. واحد متر. راحوا اجوا من النص، شو عملوها؟ نصصوها، قصوها، صارت نص متر في نص متر. بعدين مسكوا الورقة هاي راحوا قصوها من النص، وقصوها بالنص كمان، صارت ايش؟ وهكذا في ربع. كان السؤال كم لازم أبدأ بحيث إنه تكون النسب بين كل ورقة قاعدة تنتج، كل ورقة قاعدة تنتج نفس الثانية تعطيك نفس النسبة من عند أبو المتر في متر لعند أصغر واحدة؟ بس عيات موديلاتهم إحنا اللي بنعرفها الورقة المشهورة عندنا A4. طب لو مسكت ورقتين A4 ومزقتي جنب بعض زي هيك شو بعطيك؟ A3 الأكبر. طب الكبير لو مسكنا ثنتين A3 لزقناهن مع بعض شو بعطيك؟ A2. لزقنا ثنتين A2 جنب بعض شو بعطيك؟ A1. لزقتين A0 اللي هي المتر الأصلية. طب A5 شو هي؟ إنك تمسك الـ A4 وتسميها بالنص، نصين. والA6 نص، وهكذا. تعرفوا شو فائدتها؟ لقوا الريشيو تبعتها هي جذر اثنين. لقوا الريشيو بين الطول والعرض لازم يكون، او عفوا بين القديم والجديد لازم تكون قديش؟ جذر اثنين. جذر اثنين علشان يحافظوا على شيء معين في هاي العمليه. تعرف شو هو؟ في ايش اسمه في التصميم بسموه الاسبكت ريشيو. شو الاسبكت ريشيو هاي؟ هسا انتم لما بيجوا بدهم يعملوا اعلانات يحطوهن على الشوارع، مش الاعلان بيكون ورقه كبيره ضخمه؟ بس هو في الاصل شو بيكون؟ صغير هيك زي هاي صح؟ صممه صغير ومكبر تصميم هون، وبعدين شو بيسووا فيه؟ بكبروه. كيف بده يضمن انه القياسات اللي موجوده هون
ما يروح تطلع نفس تكبير تلاقي جزء من الصورة انقطع صح أو تبين صغير، فبدهم يحافظوا على النسبة تبعته. فوجد مقاساتها تاعت الـ A4 هي المقاسات الأنسب حتى أضمن إنه ما يصير خلل. ما يصير خلل فيها. تخيلوا جربوها مع أنواع ثانية من الورق مقاسات غير، لقوا الصورة إما إنه بتغير شكلها يعني بتصير مش جيدة. تعرفوا كيف لما بتمسكوا صورة أنتوا في البينت ولا بكذا بتيجي تبطيها شو بصير فيها؟ تتلخبط حلوة وما تتلخبط. كيف؟ معناته لازم أحافظ على القياسات. وجدوا تعات الـ A4 إن هن اللي أنسب إشي لهذا الكلام، عشان هيك طلعت المقاسات زي ما أنتم شايفينها بالكسور. هون بيجي عندنا أثبت أن جذر 5 عدد غير نسبي. هذا إن شاء الله للمرة القادمة المادة بلشت إيش تشطب، وكيف ممكن أن نمثل جذر 2. هذول إن شاء الله المرة القادمة بنأخذهم. وإيش بنأخذ معاهم كمان؟ مراجعة. نحل هذول النوعية ومراجعة إن شاء الله. يعني المرة دكتور الأسئلة راح تكون نفس نمط الواجب ولا لا؟ لا لا فاينل. الامتحان الفاينل راح يجي على نمط الامتحانات السابقة دكتور بكل المادة. مش بالثلاث الأخير يعني مترابطة أختي، هي المادة مترابطة. ما هي قصدي، بس رح يكون كله حل يعني ما يعني المسائل. المسائل عادي من اللي شرحته من هاللي بشرحه. صح دكتور، يعني عادي لو ما اعتمدنا على الكتاب على المحاضرات والشرح، لأن أنا ما بفتح الكتاب صراحة. ما بفتح الكتاب بتول إن شاء الله، بس ما يكون صعب دكتور إن شاء الله. يعني هو لا يخلو من الصعوبة أكيد. لا يا دكتور رعونا رعونا تقعد تفتري فيهن. لا لا سهلات والله العظيم سهلات يا رب. مش الأسئلة الموجودة على الموقع مالكم. حلينا منهم نعم. وبدنا نبرهن أتبرهن. برهني شو مالك ما تبرهني يا البرهنة هاي صعبة يا دكتور. بتعرف دكتور مسائل 100 مسألة ولا برهن. لا برهان هذا مش برهان، يعني زي ما تحكي بشكل عام. أنا هنا راح أعلمك خطة واحدة بس، فكرة واحدة، ما راح أعلمك البرهان. أنا ما عندي مادة ببرهن، أنا ما بدي إياك تبرهن، بس برهان لإشي بسيط يعني مباشر. برهان للقانون أتوقع، هو مش لحل على إشي قانون بس هيك تمشي عليه وخلاص، طريقة واحدة بس. إذا زي الحفظ يا أسماء. حفظ شغلة بسيطة. والمسائل زي ما قلت لكم نفس الأوراق العمل الموجودة على الموقع القديمة، حتى الأسئلة الإلكترونية اللي حليتوها اللي دربوا وهذا راح يلاقي الأمور يعني أهون، يعني بحلها بساعة. ما هو المشكلة دكتور لما يكون معاه مثلا امتحان ثاني والامتحان الثاني بده كتاب وإنشاء بصير بكفيش يعني 24 ساعة صراحة. لا لا بكفي، وشو بدك تسوي؟ بتخترعي صاروخ؟ الرياضيات بنحل بسهولة يعني، خليه أخذ ساعتين بس الثاني بده. لا رياضيات بده ساعة إلا ربع. بتعرفي أنا مرة سويتها في طلاب، حطيت لهم السؤال وحطيت لهم الحل معه والله طول الجلسة وأنا أروح وآتي وما يحلوا ومش لقي الحر هو موجود. أنا زدت أفكر أقول يا الله ما حل الحل هي قدامكم انقلوا. بس من سؤال لسؤال صاروا ظلتني ساكن وهو صار كمان لهالدرجة كلها فاضي. ممكن الواحد ياخذ وقت يلتخم بس انه يسلموا فاضي. لا مش لهالدرجة والله سلموا غلط. شو رايك يعني مش لهالدرجة برضو يعني شكله مخكم شوي. صح والله. يعني بقول لك بجيب لك اياه مباشر، شو اكثر من هيك اقول لك؟ هيك ممتاز ممتاز هاي بدناش اشي غير هيك. هو الرياضيات دكتور لما تصيروا تفصلوا في الاسئله بتوهكم. ها لا خليكم تضيعوا. لا الا هاي دكتور الا هاي احنا ضايعين مع الاسئله غير مع الكورونا عن جد والله. رمضان والكورونا كانسل وين الكورونا؟ شفتي كورونا انت؟ والله ما شفناش كورونا، بس التوتر اللي سببه لنا يلا بعلم فيه. والله
هو بس احنا الحشره والله الحشره هاي انها عن 100 كورونا. والله بكفي الاونلاين للاطفال ولا تبعت البديل الامتحان ايش مالها؟ بس نسلم طبعا شو بتستني قاعده؟ انا سلمته امبارح يا اسمي. سلمتي الهام؟ سلمته، شايفه مش طنه؟ سلمه شو بدوش شيء يا ابن الحلال كله انا خلصته زمان دكتور اليوم. لا مباشره سلمي ريحي خلص بس سلمي ما تقعد تستني. طيب ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. يلا يعطيكم العافيه. الله يعافيك.